السؤال الثاني. دوسرا پرشن، لماذا ندرس هذا الكتاب؟ هي پستاك اپن کشا ساتي واسطو. لأننا طلاب، الطالب لا يطلب العلم على ما يحب، لابد يرجع إلى العلماء الكبار في طلب العلم. कारण आपण ضعيف مانسا आहो आणि आपल्याजवळ इतकी मोप मोठी معلومات नाही आहे ते जे मोठे उलमा आहेत त्यांच्याजवळ आपण जाऊन शिकून शकतो. السؤال الثالث، तिसरा प्रश्न، ما هي الأصول الثلاثة؟ أصول ثلاثة म्हणजे काय؟ هي أسئلة ثلاثة تسأل عنها إذا مت بعد الموت، بعد أن تدفن ستسأل عن هذه الأسئلة الثلاثة. تين پرشن منجي، تين پرشن جي اپلان لا اپلان موت چا بعد اپلان قبر لا كيوا اپلان قيامت چا روزا لا حتك لے ذاتين. تسأل من ربك، اپلان لا حتك الزائل كي توچا پرمشور کون آهي، وما دينك، आणि तुमचा दीन काय आहे، ومن نبيك عليه الصلاة والسلام، तुमचा नबी कोण आहे. لابد تعرف الإجابة عن هذه الأسئلة الثلاثة حتى تجيب في القبر. जेव्हा तुम्हाला ही तीन प्रश्नाचे उत्तर येतील तेव्हा तुम्ही कबरला नजात पाल. هذا الكتاب يحتوي على أشياء خمسة، आणि ही जी किताब आहे उसूल सलासा यातलं पाच बाते लिहिलेली आहेत. المسائل الأربع، चार मसाईल आहेत. والمسائل الثلاثة يعني أنواع التوحيد الثلاثة، يعني توحيد شيء تين قسمة آهت آهت. لماذا ندرس التوحيد؟ يعني التوحيد أبان كشا ساتي سيكتاو. شرح أسئلة القبر الثلاثة، يعني قبر لا أبلن لجة تين پرشن هتكلة ذاتين تين چا بدل معلومات. وخاتمة الكتاب، يعني سغلات آخر پستقسا خاتمة.